بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أهلنا لحمل رسالة الإسلام في هذه الأيام الغريبة الأطوار. يا كريم يا علام يا كريم، يا من خلقتنا أطوارا، ارحم بنا في مجرة ذي المقادير، يا سميع يا هادي. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. يقول الطبراني رضي الله عن نبينا المحبوب عليه الصلاة والسلام: من آذى أهل المدينة، أي كان تدعي المدينة لك وتقول ليس أهل المدينة، ومن نزل من هاي الجيل اللي اختار ربي على العالمين بقيادة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تقول أنا مدني، أي ما حاشناش بي، هو مخالفنا، أي يخالفك، هو سيدك ولا سيدتك لاتك. معناها فعلا عاشوا أنوار المدينة، وعاشوا بركات مكة المكرمة، عاشوها قولا وعملا. وهذا يغيثكم، لأنكم أنتم أصحاب أقوال وسحر في الكلام، ولا يأتي منكم خير بالتمام، نسأل الله السلامة.